عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقدم لكم 10 وصفات من وصفات الحياة المميزة بنستخدمها في كل حياتنا. اول وصفة عندنا الجلاش، الجلاش باللحمة المفرومة. طبعا لو انت عندك عزومة، لو انت عندك اكل بيت بينفع جنبه اكلة زي دي. بنبتدي ان احنا نحط ما بين الرئة والتانية سمنة زي ما احنا شايفين كده، رقة سمنة، وفي النص نحط لحمة مفرومة. وهنبتدي نفردها كده مع بعض. هنبتدي نقطع الصينية علشان تكون سهلة التقطيع بعد ما تطلع من الفرن، ونسقيها السمنة اللي فاضلة. طبعا مش بنرمي حاجة. هنبتدي ندخلها الفرن. عندي الوصفة التانية، كلنا بنحب صينية البطاطس. الوصفة التالتة تنفع للمدرسة جدا، هي السجق طبعا بالاسكندراني. عندي فلفل وثوم وطماطم، جبت السجق وبحمره كده في حتة سمنة. بحط عليه الفلفل يتشوح، وبحط عليه الطماطم، بتبله، بحط الملح والفلفل الاسمر. بعد ما بينشف شويه ببتدي احط البيض. الاكله دي لو في طفل مش بيحب البيض هيحبه، وطعمه جميل جدا. طبعا وبنقدم معاها فول. الوصفة اللي بعد كده طريقة سلق اللحمة. طبعا كلنا بنعرف نسلق اللحمة، لكن طرق سلق اللحمة كتير جدا. انا كان عندي فخدة زي ما انتم شايفين كده، حتة لحمة كبيرة قوي، وسلقتها مرة واحدة. طبعا بشوحها الاول في حتة سمنة، بحط عليها بصل يتشوح برضو، ودي توم، عندك طماطمايه اقطعيها، عندك عود كرفس حطيه، عندك جزرايه حطيه زي ما انت عايزه. بحط فلفل اسمر، ودي ميه سخنه بعد ما تشوحي. بحط ميه سخنه، ودي نص معلقه سكر، وما ننساش نص معلقه سكر. لو انت مستعجله الوصفه اللي بعدها، لو انت مستعجله اعملي الفرخه المشويه بنفس طريقتي دي، ومش هتاخد منك اي وقت. في الفرن حطيت عليها نص كوبايه ميه. الوصفه اللي بعدها الاكله دي بقى شاورمه اللحمه، دي برضو تنفع للدراسه جدا. كويس، والاولاد بيفرحوا بيها قوي. ممكن تعمليها سندوتشات. عندي لحمه الاولاد مش بياكلوها، بقوم جايبه بصلتين كبار بقطعهم طرنشات كده زي ما انت عايزه، وبقطع اللحمه قطعتهم، بعمل البصل بشوحه وبحمر كده. وممكن تحطي فصين توم. بعد ما البصل يتشوح ابتدي احط عليها اللحمه، ممكن تقطعيها صغير اصغر من كده. بتنزلي عليها باللحمه، ممكن تقطعيها زي ما انا قطعتها، انا مقطعها كبير شويه. تحطي خضار بقى زي ما انت عايزه، ممكن بتحطي الخضار اللي انت عاوزاه. انا حطيت طماطم وفلفل، يعني بيتة ممكن تحطيها، مش هتقول لا. بتقلبي وبتحطي توابلك، وده طبق التقديم. الريحه والطعم يجننوا. بيطلبوا الوصفه دي. وتديها لطفلك في الساندوتش، الله على الجمال، وهو رايح المدرسه.
الوصفة اللي بعد كده الحمام المحشي. طبعا مفيش حد في ناس بتحب الحمام المحشي فريك وفي ناس بتحبه بالرز. انا بصراحة بعمله بالرز. بجيب التوابل ملح وفلفل اسمر وبابريكا ودي بصلتين كبار. ودي التتبيلة بتاعتي بصل وطماطم. بصلاية بشرتها وبشرت عليها طماطمية ودي ملح وفلفل. وبتبل كده زي ما انتوا شايفين. بسيبه وقت كافي ان هو يشرب من التتبيلة الحمام. بجيب حلة على النار. وبعدين بجيب حلة او طاسة على النار. بحط معلقة زبدة او سمنة كبيرة. بحط البصلاية تتشوح. ببتدي اشوح البصلاية في السمنة. وبعدين الكبد والقوانص طبعا انا غسلاهم ومقطعاهم يتشوحوا برضو. وكوباية رز مغسولة بحطهم عليها. وما ننساش نص كوباية مية. ودي ملح وفلفل اسمر. وبقلب كويس كده. الحشوة جاهزة. ببتدي احشيها. بس مش بحشيها قوي. بحشي كويس جدا. ببتدي اقفله كده. والتكه بتاعتي بقى لما بقفلها من رجليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عايزه الحمام ما يتفتحش منك. بتاخديه غلوتين بس على النار وبتدي توطي النار. بتحطي الحمام على ظهره مش على وشه. ما بيتفتحش منك خالص وزي ما انتوا شايفين كده ما اتفتحش خالص. الوصفة اللي بعد كده طبعا الرقاق مش بناكله. طبعا المحشي الله عليه مين مش بيحب المحشي. طبعا كلنا بنشتاق له وبالذات في ايام الدراسة في الشتاء. وبعد كده الوصفة المحشي. ده محشي مشكل. بتعملي المحشي المشكل زي ما انت عايزة. انا بحط عليك خلطة. لو انت عايزه تعرفي وادي الحواوشي الاسكندراني. الوصف هتلاقي الطريقه بالتفصيل. جبت كيلو دقيق. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم. وملح ملح وسكر وخميره بحطهم فوق الدقيق. بقلب النواشف كده مع بعض الماده الجافه مع بعض. ببتدي احط نص كوباية زيت. ودي الخل. بحط شوية خل وبقلب الزيت كويس. طبعا هبتدي اعجن بالمية. ممكن تحطي كوباية زبادي بيطلع طري وطعمه حلو. المية بتكون دافية. وكده العجين بتاعي جاهز. هنغطيه علشان يخمر. بعد ما خمر قطعناه. جبنا نص كيلو بصل بشرناه. وادي ربع كيلو فلفل قطعناه صغير. وادي الطماطم بشرناها. بنحط المكونات كلها على بعض. وادي نص كيلو لحمة. ادي التوابل بابريكا فلفل اسمر وشطة وتوابل اللحمة وقرفة. ببتدي احطهم واقلب كده. بيزود اللحمة وبيضعفها. وتحطي بيكنج باودر بينفش اللحمة بيخليها حلوة مش مكتومة. بتجيبي العجينة بتفرديها على ايديكي كده وتحطي جواها اللحمة. وبعدين تبططيها. زي ما انتوا شايفين. جيب واحدة تانية حط فيها اللحمة المفرومة واقفل العجينة كده بايديا.
وهبتدي ابططها. وطبعا بكون مشغله الفرن وانا شغاله، بططت كله، حشيت كله وببطط اهو. حقيقي يا جماعه انا ببقى مبسوطه قوي وانا بشتغل لولادي الاكل اللي هما بيحبوه، ببقى مبسوطه قوي. يا ترى انتوا زي كده؟ عندك سمسم، عندك حبة البركة بتحطي علشان بيديله قيمة غذائية، وفي النهاية شكله حلو جدا وطعمه أحلى. الوصفة جميلة وأتمنى تجربوها. واخر وصفه طشه الملوخيه، الله على الجمال. طشه الملوخيه، حد يقدر يقاوم؟ حد يقدر يقاوم؟ قولولي مين بيحب الملوخيه زيي.